بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، في واقع الجواب ديالكم جواب كافي، وحنا كنستغلوا الفرصه باش كنوهوا بالعمل الكبير والجبار اللي كتقوم به الوزاره اللي زرعت الروح شي شويه في هذا القطاع الخارجيه. انتم كتشرفوا السيد الوزير على واحد القطاع حساس له حساسيه، ولهذا شيء طبيعي ان تكون بعض المقاومات وبعض التشويشات على وزارتكم او ان تنسب بعض الانتصارات الدبلوماسيه لغيركم، ولكن نقول بكل صراحه انكم حنا كمؤسسه تشريعيه انتم هو المخاطب ديالنا وطبعا معضدنا بوزير منتدب في القطاع. حنا ملي طرحنا هذا السؤال السيد الوزير ديال الدبلوماسيه الاقتصاديه، لان نعلم انه يجب ان ننتقل من يعني الدور التقليدي للدبلوماسيه الى تفعيل الدبلوماسيه الاقتصاديه عن طريق مواكبه الفاعل الاقتصادي، مواكبه المستثمرين. السيد الوزير، على مستويين، المستوى الاول هو المستوى الاستراتيجي ثم المستوى التقني، وراه شرتهم لها في الجواب ديالكم السيد الوزير المحترم. مستوى استراتيجي وهو حق الفاعل الاقتصادي الوطني في الحصول على المعلومه، وهذا كيعني انه الانبعاثات الدبلوماسيه ديالنا خص تكون مزوده لا على مستوى الطاقم البشري بمتخصصين مستشارين اقتصاديين ملحقين اقتصاديين، لا على مستوى الوسائل اللوجستيكيه. الان بعض الوزراء بعض السفراء السيد الوزير تخصهم فقط اقراص مدمجه ديال فرص الاستثمار في المغرب، ديال توجيه حول مجموعه من الاحصائيات والمعطيات. هذا الشيء ربما خصو مزيد من العمل. على مستوى التقني نقصد مواكبه الفاعلين الاقتصاديين في مشاريع محدده، اي ان المستثمر المغربي تيبغي يمشي للسوق دوله معينه ويعرف ان السفاره ديالنا كتواكب العمليه الاستثماريه. هل لديكم السيد الوزير الاسئله اللي تطرح باش نعرفوا نقيموا هذه الدبلوماسيه الاقتصاديه؟ خص تكون عندنا اهداف محدده مبرمجه. مثلا اليوم السوق الافريقيه سوق مهمه جدا وتنمو بسرعه كما تعلمون السيد الوزير، هي تمثل حوالي 3% من الاستثمارات العالميه. هناك هدف وصول الى 5% في افق 20 سنه. واش لابار، واش الجزء ديال استثمار بلادنا هل ينمو ام لا؟ المفروض ان السفارات ديالنا تكون كتبع هذه العمليه بشكل دقيق. على مستوى الاقتصاديات الصاعده، السفارات ديالنا في دول اسيا الجنوبيه من ماليزيا واندونيسيا وغيرها خصها تكون كتمدكم بتقارير هل هناك امكانيه استثمار في هذه الدول، وكذلك هل يمكن الدول ان تستمر في بلادنا. الخلاصه ما يتعلق بالعمليه المطلوبه هي عمليه كما يقول الباحث الاقتصاديون رابح رابح بالنسبه لبلادنا، واظن انكم قادرون على ذلك السيد الوزير المحترم.